مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة تغطياتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي الثوري، حيث صعد المتظاهرون من حراكهم بالتزامن مع أنباء عن وجود توافق بين الكتل السياسية بشأن مرشحها لمنصب رئاسة الحكومة، ضريبة بعرض الحائط مطالب وشروط المتظاهرين حول الشروط الواجب توفرها في الشخصية المرشحة. نرحب بضيفينا في الاستوديو، الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، وعبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات كرار ياسين، فمرحبا بكما معنا. حياكم الله. نبدأ مع السيد كرار ياسين، يعني الثوار الآن في الحبوب، ما أحرقته القوات الحكومية هناك، كيف الأوضاع في ساحة الحبوب؟ لو تصف لنا نشاط المعتصمين والمتظاهرين في ساحة الحبوب. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والخزي والعار من قتل الأشرار. شكرا جزيلا على تغطيتكم واهتمامكم بالثوار، وخصوصا في محافظة ومركزها الناصرية. طبعا موقفنا للأسف الحكومة ما نعرف ليش جاي تسوف كل هذا التتويج. مطالب المتظاهرين منذ اليوم الأول ولهذه اللحظة تحققت بعض المطالب الجزئية، وحاليا مصرين على بعض المطالب اللي هي رئيس وزراء مستقل غير مشترك بالعملية السياسية منذ 2003 ولهذا اليوم، تحقيقا ونزولا لرغبة الثوار، وكذلك المصادقة على قانون الانتخابات للأسف من مدة قرروا ولم يصادق عليه بكل أجزاء، وتحديد موعد قانون وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، والكشف عن القتل اللي تسببوا بقتل أبناء الشعب العراقي وخصوصا محافظة ذقار المحافظة المنكوبة. فبخصوص ترشيح رئيس الوزراء، نعم، هو أردت أن أسألك سيد كرار ياسين، يعني هناك يبدو هناك توافق بين الكتل السياسية على اختيار محمد توفيق علاوي، وهو المعروف النائب لدورتين سابقتين، ووزير الاتصالات كذلك لدورتين سابقتين في عهد رئيس الحكومة نوري المالكي، إذن هو من الطبقة السياسية. أهالي الناصرية المعتصمين في ساحة الحبوب كيف يرون بترشيح هذه الشخصية؟ نعم، ساحات التظاهر أنطت بعض المواصفات لاختيار شخصية رئيس الوزراء، سواء ساحة التحرير في بغداد وكذلك مركز القرار ساحة الناصرية، أنطت بعض المواصفات اللي رجل يتمتع بخلفية أمنية، لديه الإمكانية أن يؤمن نفسه ويؤمن الشعب، لكون الشعب حاليا جاي نعيش فوضى عارمة تعم البلاد من الشمال إلى الجنوب، غير مزدوج الجنسية، لم يشترك في العملية السياسية طيلة الفترة منذ 2003 ولهذا اليوم. محمد علاوي مرفوض باسم الشعب وباسم الساحات وباسم ساحة الناصرية، لكون هذا الرجل وزير الاتصالات لدورتين ونائب كذلك لدورتين، فأمس قوبل بالرفض من كل الساحات. فأما اتفاق الكتل السياسية على محمد توفيق علاوي لا يمثل الشعب حاليا، الشعب مصدر القرار، القول ما تقوله الساحات، أي شخص ما تتوافق عليه الساحات فأكيد مرفض. أغلب ساحات العراق تحر، وساحة الناصرية شبه المتفقة على رجل يمهد لهذه الفترة الانتقالية، يمهد الانتخابات مبكرة، ولديه حس أمني إذ لم يكن عسكري، لديه خلفية عسكرية وأمنية. أي شخص مرشح من قبل الكتل السياسية سواء محمد توفيق علاوي أو علي الشكري أو مصطفى الكاظمي، كل هذه الأشخاص مرفوضة. سنعرف
جاي يقدمون كل هذه الاسماء اللي هي لمضيعه الوقت، والا هم متيقنين من هذا الشيء انه هذه الاشخاص ما راح تصير. فنحب ان نوصل لهم رساله من خلالكم، نعم. لانه الشعب العراقي صامد و ايش ما تراهنون على الوقت، الشعب العراقي مستمر لين انطينا شهداء وضحينا طيله هذه الفتره، فمن المستحيل ان نرجع بدون تحقيق مطالبنا بالكامل. نعم، اعود اليك يا سيد كرار ياسين. الدكتور رافع الفلاحي، يعني شركاء العمليه السياسيه وخاصه تحالف العامري والصدر توافقوا على تسميه كما هو يعني الانباء تشير الى ذلك على محمد توفيق علوي، وكما أشرنا وتساءلت مع الأخ كرار من الناصرية بأنه من ضمن الطبقة السياسية، وأول مطلب من مطالب ساحات التظاهر التي خرجت منذ 4 أشهر ترفض رفضا قاطعا أن يتولى إن كان رئاسة الحكومة بشكل مؤقت أو بانتخابات مقبلة أن تدخل شخصيا من ضمن الطبقة السياسية. كيف ترى إصرار هذه الكتل السياسية على ترشيح شخصية هي من ضمن هذه الكتل السياسية، ومعروف بأن محمد توفيق علاوي هو مقرب جدا من التيار الصدري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمر، هي يعني لماذا مثل ما تحدث ضيفك الكريم من الناصرية قال نحن وضعنا شروط، وهذه في كل ساحات الثورة العراقية، هذه ثورة الشباب الرائعة، هذه في كل الساحات وضعوا شروط أو مواصفات لرئيس الوزراء القادم، وأول هذه الشروط أن لا يكون مشارك بالعملية بالحكومة طوال هذه الفترة من عام 2003 لغاية الآن. لماذا؟ السؤال هو لماذا العقلية الشبابية، الرؤية الدقيقة، الرؤية الاستقرائية لهؤلاء الشباب في كل الساحات، بالناصرية، بالبصرة، ببغداد، بالكوت، بالعمار، في أي مكان، وصلوا إلى نتيجة أن هذه العملية السياسية غير موثوق بها، هناك عدم ثقة كاملة بهذه العملية السياسية وبكل أحزابها وقواها، لأن هذه القوى، الأحزاب والقوى والشخصيات هي اللي تؤلف العملية السياسية. نعم. عملية سياسية بدون هذه القوى لا تعني شيء، فهي العملية السياسية مسيرة ومحمية وتعمل بهذه الأحزاب وهذه القوى. عندما ترفض الثورة هم يرفضون العملية السياسية جملة وتفصيل، يعني رافضيها بشكل عام، مرفوضة هذه العملية السياسية. فأي شخصية تأتي من هذه العملية السياسية وضعوا ضمن المواصفات، واحد من أهم المواصفات لا يكون مشترك في كل السياسية. الحكومات بها العملية السياسية. عندما يأتي محمد توفيق علاوي يرشحونه، هذا الرجل يعني مشترك بالعملية السياسية، من أحد بنات العملية السياسية حتى من قبل الاحتلال، هذا واقع الحال. نعم، يعني كان بما يسمونه المعارضة وجاء معهم وعمل معهم، لا أحد ينكر هذا الموضوع. وهو في أول برلمان شكل بال 2006 هو عضو به. نعم. والمالكي اختاره وزير المواصلات في دورتين، واختلف مع المالكي، دعنا من هذا الموضوع، هو كان عضو حزب دولة دعوة. نعم. وبالتالي انتمى إلى جماعة اياد علاوي والحديث. الآن يتحدث بوطنية، يتحدث برؤى خارج العمل، هذا لا ينفع. أنت كنت جزء من هذه العملية، الثوار يرفضون هذه القضية ويعتبرون كل واحد عمل في هذه في العملية السياسية هو ملوث. هذه واقع حال يجب أن تعترف به، يعني يجب يدركون أن هؤلاء الشباب لهم عقلية ورؤية ثاقبة ولهم رؤية وطنية. فعندما وضعوا هذا الشرط يعرفون لماذا وضعوا هذا الشرط. لا تلعب عليهم، يعني لا تحاول تناور. أنت تجي تحكي لي بوطنية، الآن أنت جزء من هذه، أنت لو لم تكن جزءا من هذه المنظومة لما آمنت بها وقبلت أن تكون عضوا بالبرلمان وعضو حكومتين والمالكي، الكل تعرفه، تعرف سياساته، وتعرف جزء من دمر العراق خلال 8 سنوات هو المالكي، وأنت كنت وزير بعدين اختلفت معاه، هاي قضيتك، هذا لا تعني العراق، هذا لا يعني أنك وطني ويعني أنك منتمي للشباب. الآن تدافع عن الثورة، الكل ترى تركب موجة يعني مركب الثورة، الآن الكل يدافعون عن الثورة، حتى اللي يقتلهم الميليشيات هاجمهم بالليل وبالنهار يمدحون الثوار، ومع الثوار نحن، وبالليل يهاجموهم وملثمين، ذول اللي ضربوهم الشغب. نعم. الملثمين، وما أعرف ليش ملثمين، دولة تتلثم ليش ما أعرف، ونقولها مرة الأخ، يعني سؤال والله مهم جدا. نعم. يعني لماذا تتلثم أجهزة الدولة؟ أنتوا دولة وتقولون إحنا قانون ودولة
وكل شيء يحكمنا هو القانون والرؤيه العداله، واحنا منطقيين ونحن نؤمن ليش ملثمين؟ نعم. المتظاهر يتلثم يخاف لتعتقلوه، يخاف لتستهدفوه هو واهله من حقه، ومع انه كاشفين وجوههم. نعم. الشباب كلها كاشفه وجوهها ما خايفه، بس انتم ملثمين ليش؟ فاعود للملثمين، هذا الملثم ينزع اللثام ماله ويحكي لنا وطنيه ويخلي اللثام على وجهه ويضربهم طلقات للمتظاهرين ويقتلهم. نعم. ويضربهم قنابل دخانيه، لا يعني الموضوع ما يركب مع بعضه. نعم. فبالتالي الحديث عن الوطنيه من محمد توفيق علاوي وغيره الان ما مقنع، جاء متاخرا. والمهم في كل هذه القضية، يعني مع احترامي لحديث ضيفك من الناصرية، هي مو القضية نرشح، يعني حتى لو جئنا بشخص سين من الناس وبه كل المواصفات هل يستطيع أن يعمل؟ هي القضية أنت تحتاج إلى بيئة كاملة نظيفة يعمل بها. يعني تجيبه شريف وتجيبه وطني وتجيبه، لكن كل الأجهزة ميليشياوية لا يستطيع أن يعتقلهم، لا شنو قدرته شنو قوته، لا يستطيع أن يقدم القتلة إلى العدالة، كلها مسيسة لا يستطيع، وكلها ميليشيات وتقتله. نعم. لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يحاسب الفاسدين ويجيبهم القفص الاتهام، ما يستطيع. نعم. وهاي السنة أو ستة شهور ما راح يقدر يسوي شيء، حتى القانون هذا مال الانتخاب اللي يصرون على أن يقر هذا بنواقص كثيرة. نعم. وهذا يعيد تدوير هذه الأحزاب. نعم دكتور. يعني هذا معترض عليه غالبية المتظاهرين معترضين عليه. نعم. أعود إليك يعني دكتور رافع. نعم. الفلاحي سيد كرار ياسين، يعني برأيك وأنتم كنشطاء في محافظة ذي قار، لماذا الكتل السياسية تصر على ترشيح شخصية من داخل العملية السياسية؟ هل تخشى ربما أنه نستطيع القول أنها ربما تخشى خلال هذه الفترة المؤقتة لو جاء أو جيء بشخصية مستقلة تولت الحكومة لمدة ستة أشهر أو سنة أن يقلب الطاولة عليهم، هل ممكن أن نتوافق مع هذا الطرح؟ نعم، الجواب واضح أستاذنا العزيز. طبعا البعض من المتظاهرين ومن السياسيين المغفلين طبعا انه هذه فتره انتقاليه وغير، لا بالعكس، هذه مرحله مفصليه في تاريخ العراق، يا اما نكون او لا نكون. اغلب السياسيين مصرين على شخوصهم اللي قريبين عليهم، محمد توفيق علاوي الى اخره. اذا اجينا بشخص قوي حازم وقوي وصاحب قرار راح يكشف الزيف، واذا انكشف الزيف فهذه مشكله، راح يروحون الى مزبله التاريخ، فهم جاي يحافظون على هذا الشيء قدر المستطاع. بالنسبه لثوره تشرين، احنا قلناها نقولها وباشر نقولها، اهم ثوره في تاريخ العراق على مر العصور، لانها الثوره الوحيده التي قامت بايادي شابه رافضا للظلم مطالبه بابسط حقوقها. من اهم اسباب هذه الثوره اللي هي اكو اسباب رئيسيه عندنا واسباب ثانويه. الاسباب الرئيسيه القرارات الخارجيه الاطراف الاقليميه والدوليه وتدخلها بسياده العراق، عدم اتخاذ القرار القوي الداخلي للعراق العظيم للاسف. منافذ الدوله بيد الاحزاب والميليشيات، وزارات الدوله بيد الاحزاب والميليشيات، دوائر الدوله بيد الاحزاب والميليشيات، مرورا الى ان نصل الى الجامعات للاسف، حتى الجامعات تيسوها. وصلت المرحله بالسياسي للاسف مدير قسم في كليه معينه ما يصير مدير مدرسه الا ان يكون حزبي، وكذلك مدير مدرسه لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيمه. فانتم شنو تنقدون صدام حسين نظامه وتحزبه وما يصير بكذا مكان الا حزبي؟ انتم سويتوا الأسوأ من صدام حسين بانتفاضه 91، خرجتوا على صدام حسين لاسباب معينه اللي هي واحد من هذه الاسباب احتكار الخير واحتكار خيرات العراق بس لاهله والمقربين اليه. زين، انتم اجيتوا ها واللي يطلع على صدام حسين راح يكتب ويقابله بالقمع، انتم جيتوا سويتوا نفس الشيء وبالمثل ما سوى صدام حسين بل بالاسوء من صدام حسين. صدام حسين سياسته واضحه كانت زين، بالاضافه رجل هو سوى انقلاب ويحق له شيء يريد يسوي خير يسوي، فاما انتم جيتوا على ظهر الدبابه الامريكيه، مو مدحنا بصدام حسين، خلوا فوق. نعم.
وصلنا الى كلها مخلفات صدام حسين، هذه هم دول الحثاله كل امور هذه نتائج صدام حسين بسبب الضغينه والحقد اللي ولدا داخلهم زين، فدفعتهم للاعمال اتجاه شعبهم في شهد العالم اجمع. فاحنا كثوار في كثوار للشعب العراقي وخصوصا في محافظة الناصرية عازمين على قلعهم وكنسهم بالكامل، وما نقبل بأي شخص منهم سواء بالفترة الانتقالية أو سواء بالانتخابات القادمة. والشعب للبعض يتهم الشعب العراقي بالشعب الجبان والخانع والساكت، لا بالعكس، الشعب العراقي حليم لأن أنطاهم 16 سنة بأنه الحكومة شيعية ولازم تنطيهم فترة من الفترات فترة الطائفية والأمريكان تدخلها وأمر طبيعي، بعدها مناوشات ما بين السنة والشيعة أمر طبيعي إلى مرورا بداعش، ونعرف من تدخل داعش لأسباب لسيطرة المذهب، وإحنا رافضين هذا القضايا كله. العراقي شعب متاخر سنه وشيعه واكراد بكل الطوائف زين من على مر التاريخ شعب متاخر، بس للاسف ما جاءت به امريكا والدول الاقليميه مزقت الشعب العراقي. الشعب العراقي والثوار عازمين على كنس كل الطبقه السياسيه والايتاء بناس شرفاء قادرين على انقاذ بلدهم من هذه الازمه ومن هذه المحنه ومن هذه المجازر اللي جاي تحصن بالعراق. نعم، اعود اليك سيد كرار ياسين. دكتور رافع، رئيس الحكومة المستقيل حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قال قبل يومين بأن طريقة تعامل الحكومة مع المتظاهرين هي طريقة أبوية. هل بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعاقين ممكن أن توصف هذه الطريقة بأنها أبوية؟ نعم دكتور عمر، قبل أن أجيبك على هذا أريد فقط تعليق بسيط. البعض يحمل مثلا يقول مثل ما سمعت الآن كلامه، كلام ربما يكون صحيح ورأيه محترم، يقول أنه مثلا أنه الذين حكموا العراق بعد 2003 كان لديهم ضغينة وأحقاد على النظام السابق، فبالتالي صرفوا هذه الضغينة والأحقاد يعني بسبب النظام السابق. لا، هذا ليس دفاعا لا عن النظام السابق ولا جمهوري ولا ملكي ولا مازن، لكن أتحدث عن الشخص من يحمل الضغينة والكره والأحقاد في نفسه ويتولى الحكم على الناس، هذا ضعيف النفس ولا يستحق أن يحكم الناس. إذن العقدة والمشكلة في الشخص نفسه، في الحزب نفسه، في هذا التكوين، في هذا التجمع اللي في الفكر اللي يحمله، في الفكر اللي يحمله فكر صغير وعقلية صغيرة ونفسية صغيرة. نعم، لأن اللي يحكم الشعب يحكم شعب، يحكم ناس، يحكم حتى على بيته، يجب أن يكون صاحب نفس كبيرة وعقلية كبيرة. لا تحمل لا الأضغان ولا الأحقاد، يرى الواقع ويتصرف بهذا الواقع ويعرف كيف يغير الواقع السيء إلى واقع جيد. أما أن يكون يعمل بالأضغان والأحقاد والكره ويريد يعبر عنها لأنه الآخرين ظلموه فهو يريد أن يعبر عن ظلمه بالذات، صار عنده عقدة نفسية فيظلم الآخرين، هذا نعم هو أساساً مريض. نعم، هذا لا يستحق الحكم. فلذلك كل هؤلاء اللي جوا بعد 2003 لنقول بسبب نظام سابق نظام أبداً. نعم، يعني هم لو جايين وبانين تجربة جميلة للعراقيين، العراقي شعب طيب من أجمل من أطيب شعوب الدنيا ومن أجمل شعوب الدنيا، هم الشعب الأجمل بالعالم ولموازنين هذا العالم بهذا الشعب، هكذا أقول، وربما خلي يزعل عليه الآخرين. نعم، هذا شعبنا، هذا الشعب العراقي أجمل شعوب الدنيا وفكره ووضعيته، وهو موازن العالم كله، هذا فد نموذج مميز بالعالم كله. هذا الشعب العراقي اللي يجي يحكم هذا الشعب ويقدر يسوي به تجربة من أجمل تجارب الدنيا، فيه بالعدالة والرقي والازدهار والمدنية والإعمار، ويعملون بكل شيء. نعم، ولديهم طاقات وفكر وقدرة على الإبداع هائلة، هذا اللي يريد يسوي. لكن نعم، أن يجي يدخل هذا الشعب بنفق أظلم ومن حفرة إلى حفرة ويحول بلدهم إلى مقبرة كبيرة، هذا هو مريض ولا يستحق أن يحكم. نعم، واعترفوا بفشلهم أكثر من تصريح. هذا مو قضية اعتراف بفشل. نعم، هذا اعتراف بمرض. مرض. نعود إلى الطريقة الأبوية التي صرح بها عادل عبد المهدي. هذه الطريقة الأبوية يا دكتور عمر، هم يتحدثون لحد الآن يتحدثون عن 600 شهيد. نعم، هذه الطريقة الأبوية كلفت العراقيين 600 شهيد من أجمل الشباب،
كلفتهم نحو يعني 26 25 ألف جريح. نعم. يعني ما تجمع العدد لأنه شهداء أكثر من ألف شهيد، مو مثل ما يقولون. فبالتالي أنت عندك 27 28 ألف جريح وشهيد. هذه الأبوية كلفتهمها، هذه الأبوية تخلي 5000 معاق، 5000 معاق. هذه الأبوية خلت الشباب العراقي هذا المطالب بحريته وبوطنه أربعة أشهر بالشوارع. نعم. هذه الأبوية خلت كل الفساد هذا ينهبون كل أمواله، ينهبون حياته، ينهبون العراقي يبدي غادر بلده ويروح يرمي نفسه بالبحار. هاي الأبوية يخطفوه من الشوارع ويقتلوه ويعذبوه ويهينون كرامته ويسرقون ماله ويخلوا عاطل عن العمل، يخلص كلية ما يخلص كلية، يتسرب من المدرسة. بماذا نفسر هذه التصريحات؟ يتمرض لا يجد مستشفى، التي هي عكس الواقع. يعني ليست فقط تصريحات عادل عبد المهدي، لذلك منذ العام 2003 نعم. ولغاية الآن تصريحات مختلفة جدا عن الواقع. نعم، هذه لذلك هذه أربطها بالفقرة اللي تحدثت عنها. نعم. قضية أن نفوسهم صغيرة وعقلياتهم صغيرة ويستحقون الحكم. هذا الكلام ما الناس فاقدين الأهلية. فهم ينظرون إلى الشعب على أنه فاقد الأهلية. نعم. وهم يتصرفون بالشعب بهذه الطريقة. عندما يتحدث عادل عبد المهدي عن هذه الطريقة، يعني الشعب عليه أن يضحك أم يبكي. نعم. هذا الشعب يلطم، لأنه هذا الكلام يعني مع أي واقع ممكن أن نطبقه. الناس تباوع الدماء دسيل، إحنا عندنا نهر ثالث وهي دجلة والفرات، نهر الدم العراقي من عام 2003 لحد الآن يسري هذا. نعم. وهذه الحكومات لاهية بالسرقة والخراب والدمار والأحقاد والطائفية، وهذا الشيعي وذاك سني وهذا كردي وهذا نعم. عربي، وطلعوا ذول الشباب غير ملوثين. هذه التصريحات بالتالي هذه اضطراب في نفسية، نعم، اضطراب العقلية واضطراب بالذهنية واضطراب بالرؤية تولت الحكم. نعم. نعم. سيد كرار ياسين، على سياق تصريحات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، يعني عندما يصف العصيان المدني وإضراب الطلبة عن الدوام بأنها طريقة غير سلمية، وتحدث بأن إغلاق الطرق تسبب بشل حركة آلاف الشاحنات، هل أليس العصيان المدني، أليس الإضراب إضراب الطلبة عن الدوام هو أحد أوجه التعبير عن الديمقراطية؟ نعم، احنا كل سالب التصعيد اللي عملنا به كل محافظات العراق وخصوصا الناصرية العصية اللي تعتبر من أكثر المحافظات تصعيدا، نعم، كل أساليب التصعيد اللي عملنا بها أساليب حضارية ومعمول بها بكل دول العالم. على سبيل المثال قطع الطريق الدولي السريع معمول بدولة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكذلك أم الديمقراطية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية والدلائل الموجودة. فما نعرف شنو رد من قبل الحكومه، وهذا الهستيريا اللي تذكروها ودخلوا علينا ميليشياتهم وذبحوا شبابنا، فما نعرف ليش. بس احنا السبب واضح بهذا الاجراء، لان تعطلت كل اقتصادياتهم، توقفت شاحنات النفط واقتصادياتهم بالكامل، لان انت مثل ما تعرف استاذنا العزيز الموانئ بيد الاحزاب مو بيد الدوله. ثلاثة أيام تعطلت الموانئ بالبصرة، طلع المتحدث باسم رئيس الوزراء عبد الكريم خلف المتقلب بالرأي المتخاذل في وجهة نظر الثوار، يقول خسرنا 5 مليار دولار في خضون 3 أيام. بالشهر شقد الموارد وبالسنة شقد، هذه كلها للأحزاب. فالاسلوب اللي قاموا به تجاه المتظاهرين على خط الطريق الدولي، الميليشيات مو الدوله، احنا داركين لهذا الشيء. حتى غلق المدارس، وغلق المدارس طبعا ما يقارب الشهرين الى 3 شهور اللي هي نقابه المعلمين منطيه العصيان والمتظاهرين سادين المدارس. فاما بعد الكوارث اللي سواها جميل الشمري اللي بعث عادل عبد المهدي ويقول نتعامل مع المتظاهرين بأبوية، صار تصعيد وغلقت المدارس، فالامر طبيعي.
فأما شخص عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي يجب توافقات وتوازنات سياسية اللي جابت الأطراف الإقليمية زين بتوافق دولي، فمعروف هذا الشيء والتوازنات اللي انطاها ونعرف من جاي يدير الدولة، أبو جهاد الهاشمي مدير مكتبه اللي هو ربيب الدولة الإقليمية اللي تدمر العراق، فكل الأمور معمول بها. عادل عبد المهدي شخصية ضعيفة ما يمتلك من القرار شيء، دمروا الشعب والشباب، ذبحوا ولدنا، عندنا 20,000 جريح و 6,000 معاق وما يقارب 700 شهيد، على شنو؟ طلعنا شعارنا كان نريد وطن، نريد وطن، كل بلدان العالم تطالب بهذا الشيء، نريد وطن المضمون ماله، نريد دولة تحمينا، نريد دولة عندها سيادة، ما نريد فقير قاعد بالتجاوز واحنا نحمل احتياط نفط بالعالم بالاضافه للصناعه للزراعه للسياحه الى اخره. نعم. كل ثروات العالم موجوده بالعراق، فهذا مضمون تظاهراتنا وخطواتنا التصعيديه، كلها خطوات حضاريه ومعمول بها كل دول العالم. نعم. سيد كرار، يعني لو ندخل بتفاصيل اكثر عن الناصريه ومحافظه ذي قار، تم الهجوم على ساحه الحبوبي في عهد جميل الشمري وقبل أيام، أنتم كنشطاء كأهالي ناصرية بشكل عام عندما تسألون على أقل تقدير الشرطة أو قوات الجيش، من هؤلاء الذين هجموا؟ لماذا لا يتم محاسبتهم؟ هل يعقل بأنه يتم أو يقوم تقوم ميليشيات بالدخول إلى الساحة لمرتين وتقوم بحرق وقتل المعتصمين هناك دون أي وجود يذكر للشرطة والجيش؟ ألم يطرح هذا التساؤل؟ نعم. بين الأهالي، بين الشرطة، بين الجيش؟ نعم. 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 كل هذه التساؤلات موجودة انطرحت وشاهدناها بأم عيوننا، انسحاب نجدة المحافظة التابعة لقيادة الشرطة عندما دخلوا المجموعات المسلحة النجدة وكل الشرطة انسحبوا من دور أمورهم واضحة. إن تواصل مع القيادة، اتصل بينا احد الاشخاص اللي هو عميد القياده الشرطه ذي قار، قال مجموعه من الاطراف قعدت مع القائد واتفقت على اقتحام الساحه. نعم. فالمجموعات من هي هذه الاطراف؟ على الاحزاب. نعم. اطراف، هي اطراف مشتركه، هي الميليشيات. نعم. هل هناك ميليشيات بعينها سيد كرار؟ طبعا الامور واضحه معروفه، يعني احنا شجعان ما نخشى من اي شخص، طبعا متهمين بالاول حزب الله. نعم. زين، لان تعرف في جبار رئيس اللجنه الامنيه محافظه ذي قار احترق بيته ما يقارب 5 مرات، فراد هذا الشيء ردا على الحرق اللي صار للمنزل مالته وحرق الساحه، فالامور مكشوفه. في جبار متهم لدى الثوار وكل الفصائل اشتركوا وياه عمل منظم بالاتفاق مع قائد الشرطه المتخاذل اللي هو حزبي تابع البدر اعتقد، زين، وكل الاحداث اللي صارت مسؤوله عنه، بس القضيه ما بعد حرق الخيام هم للاسف مقصوده وغير مقصوده. مقصوده كل هذه الافعال تعيد الثوره الخطها الاول، لان كل ما جاي تضعف الثوره جاي يعيدونها بهذه الاساليب، وغير المقصوده اغتيال شبابنا، للاسف اغتيال شبابنا جاي ما بين فتره والاخرى، جاي نطينا 5 شباب 6 على شنو ما نعرف بدم. فاما العمل الاجرام اللي صار متفق عليه مع قائد الشرطه وشخصنا الوضعيه، وحتى السيارات اللي دخلت للمحافظه دخلت لقياده الشرطه والقائد متهم بهذا الشيء، وارفعنا احنا شعار قالت قائد الشرطه لمده 48 ساعه، وان لم يقال سوف يستمر التصعيد. هذا اللي عندنا كثوار في محافظه ذي قار. نعم. سيد كرار، ونحن نتحدث عن الناصريه، يعني انخراط اهالي الناصريه في اصلاح جريمه الميليشيات والقوات الحكوميه، يعني ما اثر تبرع اهالي الناصريه؟ نحن شاهدنا الكثير من المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي كيف الأهالي يجودون بما لديهم وكيف تم إعادة ساحة الحبوبي بحيث تم بناء خيم وليس نصب خيم، بناء خيم. كيف هي أجواء التبرع، أجواء التضامن مع المعتصمين والمتظاهرين هناك؟
نعم، الناصرية مثل ما تعرفون منطقة متعايشة، الجود بالنس أقصى غاية الجودي، فالناصرية أنطوا أرواحهم للعراق، كيف ما ينطون مساعدات وما يبذلون الأمور التعويضات بالنسبة للخيم والبناء إلى آخره. فالناصرية مدينة معروفة كرمها طيبها يسودها العرف العشائري الأخلاقي التربوي، فمو جديدة على أهل الناصرية. ناصرية معروفين بمواقفهم على مدى التاريخ، ناس مشرفين أبطال لهم المواقف المشرفة بالوقوف ضد الطغيان وضد الطغاة على مر التاريخ، فهذا الشيء متوقع. احنا منذ اليوم الاول ولهذا اليوم المساعدات مستمره من الاهالي، من اكل، من مساعدات، كل الدعم، دعم اللوجستي مستمر من قبل الاهالي. نعم. البعض والحكومه والاحزاب تتهم هذه المساعدات والامدادات على طيله الاربع اشهر بانه هو جوكري ودعم خارجي، لا بالعكس، موجودين بالساحه كل الدعم اللي جاي يحصل عليه من قبل الناس الخيرين. نعم. الناس الثوار الابطال اللي ما يقدرون يحضرون بالساحه يدزون مساعدات لتقييم التصوره، استجابه لمرجعيتهم واستجابه لبلدهم واستجابه للدم اللي سال، فمحافظه ذيقار وخصوصا مركزها الناصريه معروفه بهذا الشيء، بكرمهم. نعم. بشجاعتهم مواقفهم المشرفه على مدى التاريخ. نعم، أعود إليك سيد كرار ياسين. دكتور رافع عبد المهدي أيضا تحدث عن عراق قوي مفيد نافع لشعبه ولجواره، هل العراق فعلا يسير نحو هذا الطريق بأن يكون قويا في ظل العملية السياسية التي جاء بها المحتل؟ ربما للمرة الثانية أقول لك دكتور عمار، يعني سأجيبك لكني سأعلق في قضية أخرى. هناك 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 عقدة نفسية لدى الطرف، لأن الحقيقة يعني هناك لبس، ربما هناك بعض الحالات يعني التركيز يفقد فيها، ويجب أن يبقى التركيز ثابت في قضية إنه الأجهزة الحكومية والأجهزة الميليشياوية واحدة، يعني لا أحد يحدثنا الآن هذه حكومة وهذه ميليشيات. لا، عندما تكون يعني الآن الأخ وكلامه واضح، قال تم الاتفاق مع مدير الشرطة. مدير الشرطة، الشرطة أجهزة حكومية. نعم. عندما تفقد إرادتها وتفقون معها ويضغط عليها وتوافق الميليشيات على ما ستفعله، إذن هي جزء من الميليشيات. نعم. الشمري عندما هجم على ساحة التظاهر الناصرية وقتل الناس هو عسكري، والآن بالمنطقة الخضراء وقاعد يوزير الخارجية و عميد جامعة، ما أدري رئيس جامعة الدفاع الوطني والمنطقة الخضراء. لا. هذا منين هو؟ حكومة، هذا شخص من الحكومة. إذن الحكومة والميليشيات وجهان لعملة واحدة، لا أحد يفرق، لأنه هذا في التفريق هذا قد يوقعنا في مطبات كبيرة. لا. قد يوقعنا بمأزق كبير، نؤمن كثيرا بهذه الأجهزة الحكومية وإذا بها تغدر بنا، وحصلت في كل الساحات بالعراق، حصلت بالناصرية وحصلت بالبصرة وحصلت في بغداد، أمنا وذولا جيش الشرطة وما يضربونه، وبالتالي هم يضربوهم ويضربوهم ويستخدمون أقصى حالات القوة والقمع والمميت. تتحدث عن أوامر تأتي من قيادات، من قيادات إن كان في الجيش أو الشرطة. نعم، فبالتالي. نعم. أنت هذه الأجهزة، ما هو أنت الشرطي والجندي والموجود هذا هو أول وتالي هو عراقي. نعم. إذا أنا عراقي ويعطوني أمر أقتل ابن الناصرية وهو أخوي وابني وابن بلدي وأقتله، إذا أنا موافق على هذه القضية. نعم. لا حد يقول لي أنه أنا مو مجبر، مو الأوامر، تقدر بأوامرك أنت ما تضربه، ما تكسر وياه وما تقتله، تقدر، بس أن تقتله وترقص هذه قضية أخرى. وتقتله وأنت متعمد لأنه أنت عندك أمر، هذا مو عدوك، أنت مو بساحة معركة. نعم. أما إذا حولتها إلى ساحة معركة هم بفعل، هم يرون الشعب عدو ويتعاملون وياك بساحة معركة، وبالتالي يقتلون الناس. والخلاصة من هذا أنه أجهزة الدولة والأجهزة الميليشياوية واحدة،
وجهان لعملة واحدة، لا نفرق لكي لا نقع في مطبات، في مطبات التساهل ومطبات ندفع ثمنها كبير من دماء شبابنا الحلوين، لأن نؤمن بهم وبالتالي يغدرون بنا. جزء من كل هذا المخطط، لأن هذه الأجهزة الحكومية والميليشياوية تريد أن تقضي على هذه الثورة، لأن بقاء هذه الثورة دمارهم وانتهاءهم وسوقهم جميعا إلى المحاكم بالفساد والتلوث بالدماء وكل شيء. نعم. بتدمير العراق وتخريبه وضياع هويته وسرقة أمواله وانتهاك سيادته واستقلاله وأعراض الناس وأرواحهم وبسياساتهم القطع. نعم. نعود إلى العراق القوي كما تحدث. في العراق القوي يعني نافع لشعبه ولجواره. الكلام صحيح. الكلام منطقي جدا ودقيق. نعم. جدا. وما أدري من هو يعني ماخذه من أي كتاب، ما أدري من وين يعني طلع لنا يا ماشي، موجود في كل مكان. وهذا وضع العراق، عندما يكون قوي هو مفيد للجميع، لكن أن يكون قوي لها شروط. ما هو إذا قوي ومستقر وهادي، هذه لها موجبات وشروط ولها فعل. يجب أن عندما يكون قوي وهادي وهو المطلوب الاستقرار، يجب أن تكون بحكومة وطنية، يجب أن يكون بمشروع وطني، يجب أن يحكموا ذول الثورة والشباب ينتمي لهاي الثورة، لأنه هاي الثورة تريد العراق قوي وتريده مستقر حتى يفيد الناس تتعامل ويا الخارجين ويا الداخل بنفس مفتوح وعقل مفتوح، وتعرف تحترم مواطنيها. حتى هي من تحترم مواطنيها العالم أيضا يحترم العراقيين. إذا ما يحترمون مواطنيهم العالم ما يحترم. لذلك العراقي الآن مع الأسف وهو أفضل شعوب الدنيا، الشعب العراقي لا يحترم برا لسبب إنه الحكومات ما محترمته. مصيبة حكوماته ما محترمته، تعامل وياه بالرصاص والاحتقار، ويوصل الفياض يجلس يقول ذولا المتظاهرين جملتين ما يعرف يسوي، هذول ما يعرفون يسوون جملتين. من ضيفك هذا اللي يتحدث إلى كل الضيوف ذول الشباب؟ نعم. هذول بالثورة اللي ما يعرفون يعرفون جملة، هذول يقرون الحاضر والمستقبل بعين وعقل مفتوح ورؤية ثابتة وبنفس عراقي، وأهم شيء هذا بقلب ونفس عراقي مملوث مو وسخ، ما بي أحقاد ولا بي وما عندهم عقد، هذول الموجودين. فبالتالي أنت تريد عراق قوي؟ نعم قوي وهادئ، هذا يحتاج لمشروع وطني. هل أنتم عندكم مشروع وطني؟ أنتم عندكم مشروع طائفي، مشروع مخرب مرهون للخارج. ثانيا القوى الإقليمية اللي يقول تستفاد القوى الإقليمية ويقصد إيران وغيرها، هل إيران تريد عراقا قويا؟ خلي يقنعنا شلون تريد. إيران تتنافس مع الجميع وكل دول الدنيا تتنافس مع الجميع بقوتها، تريد أن تكون أقوى الجميع. نعم. قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة تكنولوجية، قوة بشرية، هذا واقع الحال. ونحن بالعراق، هاي مشكلة العراق. ليش أنا أقول العراق يعني خير بلدان العالم وخير شعوب الدنيا؟ عمره ما تنافس ويا الآخرين، كان يشع حضارة، يشع علم، يشع فن، يشع أخلاق وتربية وضيافة، وما يفضل نفسه على الآخرين، بالعكس. وبيوته مفتوحة للجميع، ومياهها متاحة للجميع. نعم. وأرضها متاحة للجميع. فهذا العراق، العراق لذلك يختلف عن العالم كله. نعم. بس الآخرين لا، يريدون عراقا ضعيفا، وكلما ضعف العراق تمددوا على حساب العراق وكبرت مشاريعهم. هاي الحقيقة. سيد كرار ياسين، غدا إن شاء الله يوم الجمعة، وهناك يعني دعوات من قبل النشطاء وأنت منهم ومن قبل المعتصمين في كافة المحافظات، من بغداد، ذي قار، البصرة، كربلاء، بابل، النجف، المثنى، ميسان، دعوة لخروج تظاهرات مليونية، دعوة للتأكيد على استمرار ثورة تشرين. ما هي تحضيراتكم في مدينة الناصرية؟ نعم. كان الموعد مقرر يوم الجمعة، اللي هو سير على الأقدام من كل المحافظات العراقية، ويكون اللقاء بالعاصمة بغداد، وتحويط المنطقة بالكامل في الميين دون أي عمل تخريبي، بعيدين عن التخريب نهائيا. بعد تصريح رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أمهل الكتل السياسية لغاية السبت إن لم يقدموا مرشح، سوف يعلن عن مرشح مقبول من الساحات وتنطبق عليه مواصفات الساحة. فإحنا بعد هذا القرار تريثنا بالأمر. نعم. وأجلنا الموعد لحين عبور يوم السبت، ونشوف شنو القرارات اللي تطلع بيها العملية السياسية. السياسة كما
عبر عنها ابن خلدون هي جلب الخير للناس، بس ما اعرف اللي جاي يمارسونه الاحزاب والسلطه العراقيه، ما اعرف شنو اللي جاي يمارسونه، لان للاسف الشعب العراقي انعدم من كل هذا، من كل الخير اللي متواجد ببلده. احنا امر طبيعي، قوه اقليميه ودوليه مسيطره على العراق، عرف اذا تريد تسيطر على الاوسط، إذا تريد السيطرة على العالم تسيطر على الشرق الأوسط، وإذا تريد السيطرة على الشرق الأوسط تسيطر على العراق لكونه منطقة استراتيجية. أمر طبيعي، إحنا كل البلاء اللي صار بينا بسبب جيراننا، ودائما ما نقولها لو ينقل العراق شو نقلناه حطيناه ما بين سويسرا والنمسا وخلصنا من هذا الهم اللي جاثم على صدورنا على مر التاريخ. احنا امر طبيعي، سنجر كسنجر وزير الخارجيه الامريكي بال 79 تم سياسه امريكا ان تكون القطب الاوحد بالعالم ما ينافسه اي شخص ولا اي دوله، لا الاتحاد السوفيتي المتمثل بروسيا ولا ايران الامبراطوريه الفارسيه، وكذلك الايراني الخميني سيد الخميني من رسم سياسه ايران توسيع الامبراطوريه الفارسيه. احنا انتم سياسيين العراقيين ماكو مشكله، احنا تربطنا الايران يربطنا المذهب، امر طبيعي، بس مو معناه يتدخل بشؤون الداخليه، وكذلك الامريكان ما اريدهم يتواجدون بالعراق، بس مو معناه المقاطعه ويا الامريكان باعتبار القطب الاوحد بالعالم. نتعامل بالسياسه، كل الفكر الموجود لدى الثوار لديهم الامكانيه لينهضوا بالعراق على جميع الاصعده، اما بقاء هذه السلطه يستحيل ان ننهض مجال واحد. اتحدث لك عن محافظه ذيقار والمركز، مدراء الدوائر عندنا عده مدراء من المحافظ ورئيس مجلس محافظه، بعد ما يستلمون المهام راح توزع هذه المناصب على كل الاحزاب بالتراضي، ماكو دوله بالعالم تدار بهذه الطريقه الهمجيه العشوائيه، مدير دائره يجي ينطل حزبه للطرف اللي جابه كذا مليون دولار حتى يستلم المنصب، زين من تستلم المنصب وانت منطي كذا كذا مبلغ، شو وقت راح تشتغل محافظتك؟ شو وقت راح تشتغل بلدك؟ راح يكون كل همك ان تطلع المبالغ اللي انطيتها، وهذا اللي صار بينا من 2003 ولهذا اليوم. فسبق وان قلت لك وارجع اقولها، كل الثوار اللي بالساحات متفقين على ازاله الطبقه السياسيه بالكامل، بس للاسف المالكي سياده نور المالكي ما زال لحد الان يتحكم بالطبقه السياسيه، سواء بوجود حيدر العبادي او سواء بوجود عادل عبد المهدي، لان هو اسس للدوله العميقه ما يطلقون عليها الدوله العميقه، وهذه اكبر اكذوبه، احنا دوله ظاهريه ما عندنا، كيف ان تكون إما دوله عميقه؟ فسيطر على الاستخبارات وعلى المخابرات وعلى الامن الوطني وعلى كل الاجهزه، هو اللي جاي يتحكم، واحنا المالكه لانه هو سبب خراب العراق ما بعد 2003. فان شاء الله كل مطالب الثوار وكل هدفهم متمثلين بالمرجعيه العليا سماحه السيد السيساني، عازمين على كنس الطبقه السياسيه بالكامل. واحب ان اقول لهم يعني اذا يسمعون هم ان الوظيفه لا تدوم لواحد، ان كنت في شك فاين الاول؟ صدام حسين وين؟ احمد البكر وين؟ العارفين وين؟ كل الرؤساء اللي راحوا وين؟ إن الوظيفة لا تدوم لواحد، إن كنت في شك فأين الأول؟ فاعمل لنفسك في الحياة فضائلا، فإذا عزلت فها لا تعزلوا. بس للأسف هم بعد ما راح يلحقون على هذا الشيء، لا يتعظون. دكتور رافع، مجلس مكافحة الفساد اللي شكله رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كشف بأن ما نهب من أموال العراق أكثر من الموازنات المالية منذ عام 2003 ولغاية الآن، ما الجديد في هذا التصريح من قبل مجلس مكافحة الفساد وما يشكله في هذا التوقيت بالذات؟ الجديد أنه هذه الجهة اللي أصدرت هذا التقرير جهة حكومية. نعم. الآن هم يعترفون أنهم سراق، يعترفون أنهم مجموعة من الفاسدين، والجديد أنه هذا يثبت أنه الثورة على حق. نعم. يثبت أنه هذا الشباب اللي يقولون عنه والسفارات وما أعرف منه وناس تمولهم وما اعرف هم، نعم، ألف دينار ماكو جيبه،
هو خريج كلية أو حتى كاسب أو مو خريج ابتدائية أو حتى لا يقرأ ولا، هو ما عنده شيء، طالع من أجل العراق، ويتهموه أنت ابن السفارات وأنت ما أعرف منه، وهم قاعدين في فلل ويسافرون ما أعرف وين ويتهموه أنت ابن السفارات ماشي. طيب يتهموه هذا ابن السفارات مو فاسد بقتكم، أنتوا تعترفون بفسادكم. نعم. فإذا هو على حق، ولهذا هذه الثورة على حق. نعم. عندما يصدر تقرير من الشفافية قبل يومين، شفافية الدولية. نعم. العراق من بين أكثر 20 دولة في العالم فسادا، تسلسل 162 في 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 يعني في هذه القائمة اللي متكونة من 180 دولة، تسلسل 162. نعم. من بين 18 دولة الأكثر فسادا بالعالم، يعني متفوق على منه الصومال واليمن والسودان وجنوب السودان، مو دول، ما تقدر تسميها دول عندما تقارنها، مو استهزاء بشعوبه. نعم. لكن انت لا يمكن مقارنة العراق بقدراته المالية مع هذه الدول، تقارن بهذا. نعم. وتقارن بوضع الحضاري، بتاريخه. نعم. بإنجازاته، بمكانه الاستراتيجي سياسيا وجغرافيا، تتقارن بكل هذا. نعم. فبالتالي وتقارن ايضا بحجم الضغوطات اللي صدرت عليه. نعم. فانت بالتالي ذيك مو دول، وانت تتحدث عن العراق، فالعراق ما زال، وحكوماته تتحدث عن رفاهية وما أعرف منه ديمقراطية والشعوب، وبالتالي أنت 162. فهذا التقرير وهو تقرير حكومي يثبت أن الثورة على حق. نعم. وأن الثورة لابد أن تحقق أهدافها، وأن دماء الشهداء أمانة في رقاب كل الثوار، لأنه لا يمكن أن يتراجعوا مهما حاولت هؤلاء، لأن الفساد سيبقى، سيتعمق، مو سيبقى. نعم. سيتعمق وسينهب العراق ويباع العراق كاملا. نعم. هذه الثورة عادت العراق للحياة، وإن شاء الله هاي الشباب قادرة أن تحقق أهدافها وتصل إلى نهاية المشوار هذا وتخلص العراق من الأسر. نعم. سيد كرار ياسين، يعني قبل الختام بدقيقة، هل لديك كلمة توجهها إلى العراقيين، إلى ساحات التظاهر، إن كان في الناصرية أو في بغداد أو في المحافظات الأخرى؟ نعم، أكيد أوجه رسالة للحكومة، أقول لهم أنه وضعكم خلاص، حكومكم انتهت بعضاك، وأي وقت من المحاملة أجل الوقت لأبناء الشعب العراقي الشباب تقود وأن ينقذ بلده من هذه الهاوية، وإن شاء الله ينصر قريب بالثوار بإذن الله. نعم. الناشط كان معنا سيد كرار ياسين من الناصرية محافظة ذي قار، والدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.